عسلامة، مرحبا بكم الناس كل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم مش حضروا بعضنا سندوتشات شاورما، مش حضروها بخبز ناجح ينشا معاكم من اول تجربة. خبز المنفوخ يجي خفيف ويجي فارغ بالداخل، رسيت تنجح معاكم من اول تجربة. باش نحضروا معها شاورما تجي فاوحة وبنينة بالحق بنا لا توقعوا. خليكم معايا الفيديو الاخر بشوفوا بعضنا طريقة التحضير والمقادير. وبالنسبة لأول مرة زور القناة، ما ينسيش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يصلكم مع جيجي كل وحاجة نهبطها تصلكم نوتيفيكاسيون. يلا تو خليكم مع طريقة التحضير. أول حاجة هنا باش حضروا بعضنا الشاورما. بالنسبة للشاورما خديت هنا صدور تاع الدجاج، قاسيتهم هكا بالطريقة هذه. تنجموا هنا تستعملوا صدور تاع الدجاج ولا تستعملوا سكالوب دو دانت ولا تستعملوا كويسات تاع الدجاج كيما تحبوا بالطبيعة. بالنسبة للفحات باش نستعملهم، باش نستعمل هنا عندي شوية زنجبيل، عندي هنا زعتر وكليل مرحي، نستعمل شوية كركم، شوية تابل، وتقريبا هنا من كل حاجة معناتها مغرفة صغيرة، شوية فلفل أحمر، وباش نستعمل فلفل أكحل وملح. نضيف هنا الفحات نتاعنا، وباش نضيف هنا الزيت. بالنسبة للكمية تاع الزيت نتوما معناتها الكمية تاع صدور الدجاج باش تستعملوها، ضفت هنا مغرفة خل، نجمو الخل تعوضوها بمغرفة قارص. ضفت هنا شوية ثوم يعطي نكهة بنينة، وضفت هنا كعب ياغورت ناتوريل، نجمو الياغورت ناتوريل تعوضوه بالكريم فريش. نخلط هكا كل شيء مع بعضه، حطيت تتوزع الفحات كلها بالباهي في الدجاج بتاعنا. باش نخليها تاو الشاورما بتاعنا، باش نخليها هنا تقريبا لمدة 4 سوايع. حطيت تأكد معناتها انها تشربت الفحات بالباهي، من بعد تجيكم فاوحة وبنينة وتجي طرية الشاورما بتاعنا. باش نغطيها هنا وندخلها الفريجيدير، نخليها في عقلها حتى تشرب الفحات، باش من بعد تجي بنينه. كان عندكم الوقت تجوا تخلوها حتى مده ليله كامله. تو شوفوا بعض المقادير باش تحقوها البات. بالنسبه هنا للمكونات، باش نستعمل هنا عندي كيس حليب. بالنسبه للكيس استعملته هنا 200 ملل، 200 ملل حليب دافي، 200 ملل ماء، كعب ياغورت ناتوريل. بالنسبه للكميه تاع الفرين هنا استعملت 700 غرام. عندي هنا مغرفه خميره، مغرفه سكر، مغرفه صغيره ملح، واستعملت هنا 3 ملاعق زيت. بالنسبة هنا طريقة التحضير، أول حاجة هنا باش نحط 200 ملل ماء دافي، باش نضيف هنا 200 ملل حليب دافي. بالنسبة للحليب والماء لازم يكون معناتها دافي باش تشرح معاكم الريستيت. ضفت هنا مغرفة سكر ومغرفة خميرة فورية، نخلط هكا كل شيء مع بعضه. باش نخلي هنا جوست الخميرة تفاعل شوية تقريبا لمدة 5 دقائق. أنا باش نضيف كعب ياغورت ناتوريل. بالنسبة هنا الياغورت لازم يكون بحرارة الغرفة، خرجوه قبل وقت من الفريجيدير، ما لازمش الياغورت يكون بارد سينو يبطل مفعول الخميره. باش نضيف هنا 3 ملاعق زيت. هنا استعملت زيت نباتي، تنجم تستعمل زيت نباتي ولا الزيتونه كيما تحبوا بالطبيعه. نخلط هكا كل شيء مع بعضه. باش نضيف هنا الفرينه. بالنسبه للفرينه هنا بالنسبه للكميه الكل استعملت الكل في الكل 700 غرام. مي كان تبع بشويه بشويه خاطر ديما يبقى نتوما نوع الفرينه باش تستعملوها. هنا حطيت هنا تقريبا شطار الكمية. بالنسبة لي باش نستعمل هنا العجينة، تنجتو بنفس الطريقة معنتها تلمو البات وبعد تعجنوها بيديكم معنتها بنفس الطريقة. هنا باش نضيف الملح، مغرفة صغيرة ملح، منحطوش الملح من اللول باش ميبطلش مفعول الخميرة. باش نضيف هنا الكمية متاع الفارينة. هنا بالنسبة للبات لازم نعجنوها بالباهي، كسوا باش تعجنوها هكا بالعجينة وإلا باش تعجنوها بيديكم. توريكم القوام لازم تحصلوا عليه في الآخر باش تنجح معاكم الريسيت. هنا بالنسبة للبات لازمها تكون طرية، لازم تكون هكا طرية وتلصق في اليد باش نجح معاكم الريسيت. لازم تكون البات هكا طرية على الاخر. هنا باش نحط شوية زيت هكا باش البات ما تلصقش من بعض، وباش نغطيها وباش نخليها ترتاح. باش نخليها هنا ترتاح مدة ساعة. وهنا بعد مدة ساعة كيما تلاحظوا البات نتاعنا ضعف حجمها، باش نحاول هكا نخرج منها الهواء وباش نقسمها. نستعينو هكا بالفارينة خاطر البات طرية على الاخر، وباش نقسمها. بالنسبة لي قسمتها هكا 10 خبزات. بالنسبة للكمية هذه حضرت لي هكا 10 خبزات، ماهمش صغار على الاخر وماهمش كبار، متوسطين. وانا خديت بلاتو حطيت فيه هكا شوية فارينة باش نحط فيه الخبزات نتاعنا، باش نغطيهم باش بعد ما تعملش الكوشة اليابسة. باش نحل هكا بالخبزة بالخبزة. بالنسبة للبات ما تكونش خشينة وما تكونش جويدة. نحاول هكا نقص منها شوية الفارينة وباش نحطها في البلاتو. ديجا حطيت بكويسون، نحطها في البلاتو متاع الفور.
حضرهم كل هكا بنفس الطريقه. انا حضرت هكا 4 خبزات، تو باش نغطيهم باش نخليهم حضرت يضاعف حجمهم، باش نخليهم هنا تقريبا مده 4 ساعة. وطوني خليت البات ترتاح، طب باش نحضروا شاورما. بالنسبه للشاورما خليتها تشربت الفحات بالباهي باش بعد تجينا فيها وحاوبنينا وتجيكم طريه شاورما تجي بينا بينا بالحق بينا لا تقاوم. هنا كيما تلاحظوا بالنسبه للمقلة ما حطيتش زيت، ما نسحقوش باش نحطوا زيت، ديجا احنا من الاول حطينا زيت في الشاورما نتاعنا. باش نبقى هكا كل مره نتفقدها ونقلبها هكا باش ما تحرقش الشاورما نتاعنا حطيت تحضر. وهني بعد ما حضرت الشاورما بتاعنا كيما تلاحظوا هنا شديتها هكا بكوردون باش نقصها هكا بالطريقه هذه، تجيكم كيف الشاورما اللي بيعوا فيها بالضبط. بالحق جربوها الطريقه هذه وتفكروني، تجيكم بنا على الاخر وتجي كيف معناتها اللي بيعوا فيها بالضبط، فمش فرق. وقالت نجم تقصوها من اللول معناتها بالطريقه هذه هكا تروف صغار وتوحوها بنفس التتبيله وطيبوها في المقله بنفس الطريقه كيما تحبوا بالطبيعه. هكا كل مره نعطيكم الطريقه وانتم بعد تختاروا الطريقه اللي تحبوها بالطبيعه. انا بعد ما خليت الخبزات تاعنا يرتاحوا خليتهم هنا مده 4 ساعه، تو باش ندخلهم الفور. بالنسبه للفور هنا حطيته على 230 درجه، بالنسبه للتوقيت تقريبا مده 4 ساعه. اوكا ديما انتم تفقدوا معناتها انتم والفور نتاعكم. هنا كيما تلاحظوا ما شاء الله كيفاش الخبز هكا يجي منفوخ. اذا بلاتو ثاني اللي حضرته باش حضرهم هكا الكل بنفس الطريقه. بالحق رسيت نجح على الاخر، تنجح معاكم من اول تجربه، جربوها وتفكروني. انا خبزات اللي يحضرون خرجهم هكا باش نحط توا بلاتو ثالث. بالنسبه لي حضرت 3 بلاتوات، الكل في الكل حضرت 10 خبزات. شوفوا هنا ما شاء الله حضرتهم هكا الكل بنفس الطريقه، خبز ناجح بالحق يستحق التجربه. وانا حبيت نقسم لكم هكا كعبه بشوفوا معايا كيفاش يجي من الداخل. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي فارغ، خبز بتاع ساندويتشات بالحق بنين وخفيف، لازم تجربوا هالريسيت هذي. انا حبيت نقسم لكم كعبة اخرى. شو ما شاء الله كيفاش يجي فارغ من الداخل بالحق رسيت ناجحة على الاخر. وهنا باش نحضروا سندويشات مع بعضنا. بالنسبة هنا الفاغس نجم تحضروا اي فاغس تحبوه بالطبيعة. هنا حطيت شوية هريسة شوية مايونيز، حطيت هنا شوية سطم شوية، حطيت هنا شوية ليتشو، باش نضيف هنا شوية طماطم شوية بصل. باش نحط هنا الشاورما اللي حضرناها مع بعضنا. باش نضيف هنا هكا شوية فريت. ضفت هنا هكا كعبيت زيتون. شو ما شاء الله نودكم نشهيكم ساندويتش هكا مشخشخ يجي بن على بنا. واذا حضرتو هكا بنفس الطريقة جوت هنا زدتو هكا جرين فلفل برلعبيد نودكم نشهيكم. وهنا ساندويتشات تاعنا حضرتهم الكل بنفس الطريقة. انتم هنا بالنسبة للفاغس ما تنجموا تبدلوا بالطبيعة، مش بالضرورة لازم تعملوه بالشاورما، تنجموا تعملوه بالسكالوباني، تنجموا تعملوه بالتون، أي حاجة تحبوها تنجموا تستعملوها بالطبيعة. وهكا وصلنا لآخر فيديو، إن شاء الله تكون رسالة التعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقة. كان عجبتكم ما تنسوش تشجعوني بجامعة الفيديو، كومنتير تحت الفيديو، واشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش. بسلامة في وصفة جديدة إن شاء الله.